بنجدد التحية بحضراتكم مرة تانية، وهنستقبل بقى أبطالنا فريق 2001 اللي توج بطولة دوري الجمهورية قبل انتهاء البطولة بثلاث مباريات. ما شاء الله 2001 محقق أرقام قياسية، مش السنة دي بس، ده على مدار ثلاث سنين. وعايز أستعرض مع حضراتكم دلوقتي أبرز أرقام وإحصائيات فريق 2001 الأول فريق توج فيه قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ببطولة دوري الجمهورية. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم أبرز الأرقام. مشوار الأهلي في بطولة دوري الجمهورية مواليد 2001 الدور الأول، الأهلي افتتح البطولة بفوز كبير على الإسماعيلي 3-0، تاني مباراة فوز على المصري 2-0، تالت مباراة فوز على وادي دجلة 4-0، فوز على حرس الحدود 4-0، فوز الأهلي على إنتاج الحرب 2-0، فوز كبير على الداخلية 6-1، وفوز الأهلي على الجونة 6-0، وفوز الأهلي على بيراميدز 3-2 كانت في الثواني الأخيرة. فوز الأهلي على بتروجيت 4-2، وفوز الأهلي على الاتحاد 4-1، على مصر مقاصة التعادل السلبي 0-0، فوز الأهلي بنتيجة كبيرة أيضا على النجوم 5-0، فوز الأهلي على إنبي 3-0، والتعادل الإيجابي مع طلاع الجيش 1-1، فوز الأهلي على سموحة 2-0، تعادل إيجابي مع المقاولين العرب 2-2، وفوز الأهلي على الزمالك في 100 عقبة 2-0. فوز الأهلي الدور الثاني افتتح برضو ايضا الدور الثاني، الاهلي فوز على الاسماعيلي في ملعبه 3-1، فوز الاهلي على المصري 1-0، فوز الانتاج الحربي، ودي كانت اول خساره لفريق 2001 في دوري الجمهوريه 4-2، فوز الانتاج الحربي، فوز الاهلي على الداخليه 1-0، فوز الاهلي على الجونه 1-0، فوز الاهلي على بيراميدز 3-0، دي المباراه اللي نقلناها لحضراتكم هنا على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، والتعادل الايجابي مع وادي دجله 2-2. ايضا فوز الاهلي على الاتحاد 3-0، التعادل الايجابي 1-1 مع مصر مقصة، تعادل مع النجوم 1-1، فوز الاهلي بنتيجه كبيره ودي اكبر نتيجه للنادي الاهلي في مشوار بطوله دوري الجمهوريه 2001، فوز الاهلي على انبي في ملاعب الناشئين مدينه نصر 7-0، فوز طلائع الجيش دي ثاني خساره للنادي الاهلي 1-0 من طلائع الجيش، فوز الاهلي على سموحه 3-1، والمباراة الأخيرة اللي حسمت بطولة الدوري رسمي وهي فوز الأهلي على المقاولين العرب في ملعب الجبل الأخضر 3-1. ده كان مشوار الأهلي في بطولة دوري الجمهورية 2001 تحت 17 سنة. هنشوف بقى ترتيب فرق مواليد 2001. الأهلي في الصدارة لعب 31 مباراة، فوز في 23، تعادل في 6 ماتشات وخسارة في ماتشين. أقوى خط هجوم 84 هدف، دخل مرماه 21 هدف، متصدر أو حصل على بطولة الدوري 75 نقطة. يأتي طلائع الجيش في المركز الثاني 65 نقطة، مصر مقاصة في المركز الثالث، متروجيت في المركز الرابع الزمالك في المركز الخامس، المقاولين العرب في المركز السادس، السابع إنبي، الثامن حرس الحدود، التاسع الإنتاج الحربي. أيضا نجوم إف سي في المركز العاشر، سموحه في المركز ال11، 12 الاتحاد السكندري، 13 المصري، 14 بيراميدز، 15 وادي دجله، 16 الاسماعيلي، 17 الداخليه، وفي المركز الاخير في 18 فريق الجونه. ده كان ترتيب فرق مواليد 2001 في بطوله دوري الجمهوريه اللي حسمها النادي الاهلي مبكرا كالعاده. فريق النادي الاهلي ما شاء الله عندنا هذا الفريق دايما بيقدم ارقام مميزه، وكمان بالمناسبه الفريق ما شاء الله مليء بالمواهب، المواهب الموجوده داخل منتخب مصر مع الكابتن رابعه ياسين، وكمان بتصعد للدرجه الاولى. هروح دلوقتي علشان استقبل بعض لاعبي فريق 2001، ان شاء الله هنستقبل الفرقه كلها والجهاز الفني، بس دلوقتي هستقبل بعض لاعبي فريق 2001. في البدايه برحب طبعا ببعض لاعبي فريق 2001، والنهارده ان شاء الله هنستقبل الفريق كله والجهاز الفني، لكن هسيب في البدايه كل لاعب يعرف نفسه ومركزه لجماهير النادي الاهلي. هنبتديها من اسمي يوسف الشوا، بلعب في النادي الاهلي بقالي 12 سنه، المركز بتاعي سترايكر. ابو هاب علي، بلعب فرويد ليا 7 سنين في النادي. محمد اشرف، بلعب باك ليفت بقالي 3 سنين في النادي. محمد سلامه، بلعب هاف ليفت بقالي 7 سنين في النادي.
يوسف عبد القادر، بلعب باك رايت وهاف رايت وهاف ليفت، بقالي 6 سنين في النادي. عمر رزق، بلعب هاف رايت، بقالي 4 سنين في النادي. احمد سعد عبد المنعم، بلعب باك رايت، بقالي 8 سنين في النادي. شادي رضوان، هاف ليفت وهاف رايت، بقالي 11 سنه في النادي. عمر حجاج، بلعب باك رايت وديفندر، بقالي 4 سنين في النادي. معاذ انور، بلعب ديفندر وسرد باك، بقالي 5 سنين في النادي. طيب هنبتدي مع معاذ انور، بقاله 5 سنين بيلعب مساك وديفندر. قول لي بقى، يعني البطوله السنه دي وانتوا ما شاء الله حسمتوها قبل المسابقه بثلاث ماتشات، دايما يعني 2001 مع ودينا في النادي الاهلي ما شاء الله بيحسم البطوله من بدري على مدار 3 سنين، هل انتوا كلاعيبه بتقعدوا مع بعض قبل بدايه الموسم بتتفقوا مع بعض وبتتكلموا مع بعض ان احنا دايما كل سنه عايزين نحقق نفس اللي احنا بنحاول السنه اللي فاتت يا معاذ؟ اكيد طبعا، مروان مع بعض وبنتفق اللي احنا عاوزين، اللي هو عاوزين نعمل حاجه لنفسنا، اللي احنا نكون نحسم الدوري قبلها بفتره، تمام، اللي احنا نجهز نفسنا يعني للدرجه الاولى والمنتخب. تمام، قول لي بقى مين ماسك الاعلى في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ الفريق الاول تحب تتفرج على مين او تقعد تتفرج على مين عشان تتعلم منه؟ سعد سمير وايمن اشرف. خلي بالكم، بيقول سعد سمير وايمن اشرف كانوا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وخارجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله دلوقتي موجودين مع الفريق الاول بالنادي الاهلي وما شاء الله متالقين. يعني هنروح لعمر حجاج. عمر حجاج مركزك ايه يا عمر؟ بلعب باك يمين وتندر ومساك. باك يمين، طب كويس ما شاء الله، احنا واخدين الاول خط الديفنس في الاول. قول لي بقى مين مثلك الاعلى في الفريق الاول؟ كابتن احمد فتحي طبعا. احمد فتحي؟ طبعا. احمد فتحي ما شاء الله روح قتاليه عاليه طبعا داخل الملعب. كابتن احمد، قول لي بقى اصعب الماتشات اللي واجهتكم السنه دي في 2001 كان مباراه ايه؟ والله هو يعني الماتشات طبعا كلها، يعني اي فرقه بنقابلها بيبقى هو تركيز واحد، بناخد الثلاث نقط من اي فرقه بنلعبها، فما عندناش فرقه يعني اصعب ماتش، وهي بتبقى على حسب ظروف الماتش، الضغط الماتشات، احنا عايزين دايما نخلص ماتشاتنا بدري ونحسم بدري، بس يعني الحمد لله كله زي بعض، يعني بنفكر فيهم ثلاث نقط. كل الفرق؟ طبعا كله زي بعض. تمام، هنروح لشادي رضوان. شادي رضوان، الاول بنقول لك الحمد لله على السلامه، طمن بقى جمهور النادي الاهلي اخبار الاصابه ايه؟ ما شاء الله بدات ترجع تاني للملاعب وتتالق يعني. ربنا يخليك يا كابتن، الله يسلمك. طبعا الحمد لله بقالي فتره يعني مش كبيره لسه راجع، بقالي فتره صغيره. طبعا الحمد لله بشكر الجهاز الطبي في النادي الاهلي والنادي الاهلي على الفتره اللي النادي وقف معايا فيها، طبعا ما قصروش في اي حاجه. محدش قصر خالص. لا خالص. اول يوم حتى لما الاصابه اتجددت تاني برضه وقفوا جنبك طبعا النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي معودنا على النقطه دي ان هو ما بيتخلاش عن ولاده، يعني الحمد لله طبعا وقفوا معايا وقفه كبيره جدا طبعا. طيب قول لي بقى شعورك ايه وانت ما شاء الله جريده الجارديان البريطانيه بتتكلم عن يعني واحد من ناشئين النادي الاهلي؟ جريده الجارديان البريطانيه دي من اكبر الصحف الموجوده في العالم، اتكلمت في التقرير بتاعها عن نجوم ريال مدريد وبرشلونه وليفربول وتشيلسي وفي كل نجوم العالم، اسم شادي رضوان لما يكون موجود من ضمن نجوم العالم، شعورك ايه بقى شادي؟ طبعا يا كابتن الواحد يعني اما بتشوف نتيجه التعب اللي انت تعبته بقالك كذا سنه بتبقى فرحه، حتى في البيت يعني فرحه غير عاديه يعني. فطبعا وبترجع للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما هو اللي بيعلم ولاده دايما ان هو يبقوا واقفين على رجليهم ودايما يظهروا بمظهر يشرف النادي الاهلي طبعا. فالنادي الاهلي هو اللي ليه كل الشكر طبعا يعني. تمام، هنروح للكابتن احمد سيد عبد النبي. احمد سيد عبد النبي باك رايت؟ باك رايت. ما احنا واخدينها بقى الباك رايت بس خدنا شادي رضوان في النص كده، ايه واحد بيحرز اهداف. احمد سيد عبد النبي قال لي هنا مثله الاعلى احمد فتحي، مين مثلك الاعلى؟ كابتن طبعا احمد فتحي ده. كابتن احمد فتحي. احمد فتحي ما شاء الله زي ما بقول لك من الروح القتاليه العاليه داخل الفريق، يعني حتى لو في الثواني الاخيره والنادي الاهلي متعادل دايما من اللعيبه اللي يعني بتبث روح الحماس دايما في كل اللعيبه. قول لي بقى احنا اتكلمنا عن يعني ماتش كان من الماتشات اللي كانت صعبه، قال لي كل الماتشات والفرق كلها بنحترمها يعني في مشوار الدوري. قول لي بقى اسهل مباراه انتوا قابلتوها ويعني حققتوا فيها نتيجه كبيره كانت مباراه ايه؟ هو متهيألي مفيش ماتشات سهله، يعني كل الماتشات احنا بالنسبه لنا ماتشات، ده ماتشات كؤوس، ماتشات كؤوس، اهم حاجه ان احنا نكسب بس ناخد الثلاثة بون. كابتن احمد سراج دايما بيكلمكم في النقطه دي؟ اكيد طبعا، كل تمرين بيكلمنا فيه اصلا. تمام، يعني تمام. دايما الكابتن احمد سراج بيكلمكم في كل تمرينه ان لازم دايما نكسب كل مباراه، كل فريق نحترمه. اكيد طبعا. قول لي ابرز الحاجات اتعلمتها من الكابتن احمد سراج والجهاز الفني ايه؟ ابرز الحاجات؟ ان هو بيدينا حماس واحنا في الملعب وما يخليناش نهدى كده. دي ابرز حاجه حسيتها فيه يعني. تمام، نروح لعمر رزق. عمر رزق مركزك يا عمر؟ انا بلعب هاف رايت. هاف رايت في الحته اللي قدام. قول لي بقى مين مثلك الاعلى في النادي الاهلي وبتحب مين
تتفرج عليه، تحب مين تتعلم منه؟ انا بحب طبعا كابتن وليد سليمان. وليد سليمان اه، وليد سليمان ما شاء الله، يعني بالرغم انه ما خرجش من قطاع الناشئين وتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن كان سجل كلمه وقال النادي الاهلي يعني ممكن تضحي باموال كتير او بكل الاموال في حياتك، لكن النادي الاهلي دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله وليد سليمان برغم انه ما خرجش من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن علامه مميزه دايما عند جمهور النادي الاهلي. قول لي بقى عمر، ابرز التعليمات دايما الكابتن سراج حريص انه يوجهها لكم. يعني الكابتن سراج طبعا شغال معانا من اول السنه، يعني بيتعب معانا على طول يعني، وبيطلع كل اللي عنده معانا. هو بيقول على طول ما تستلمش من الحركه، يعني استلم من الحركه، انت لجوه استلم لبره، وانت لبره استلم لجوه، تمشي وانت واقف عشان الكوره يعني مثلا تبقى تحت رجلك ومستلمها صح. تمام. اصعب ماتش ايه كان السنه دي في الدوري؟ لا احنا عندنا كل الماتشات صعبه الصراحه، كل الفرق اللي بتيجي تلعبنا بالنسبه لنا ده ماتش بطوله، حتى الكابتن سراج مثلا في المحاضره بيقول نعتبره ده ماتش البطوله، يا تكسبه يا تخسر الدوري. انا عاجبني قوي الروح والكلام اللي بتتكلموا فيه، يعني ما شاء الله انا بستعرض المشوار، في نتائج 7-0 وفي نتائج 6-1 وفي 6-0 و5-0، يعني احترامك للمنافس دايما هو اللي بيخلي النتيجه كده. كلنا حتى الكابتن سراج قبل مثلا تراي ماتش او قبل الماتش بيوم بيقول لنا بكره ده ماتش البطوله، يعني تكسبه يا تخسر الدوري، ده بالنسبه لكم ماتش البطوله. تمام. هنروح بقى للكابتن يوسف عبد القادر. يوسف قول لي بقى، يوسف مركزك ايه؟ انا بلعب باك رايت وهاف رايت وهاف ليفت، بس السنه دي كابتن احمد سراج كان موظفني شويه تحت الفراوده. اه طيب قول لي بقى، سجلت هدف السنه دي ولا ما سجلتش؟ اه سجلت هدف واحد. سجلت هدف واحد في نادي الداخليه. في نادي الداخليه. ما هو النتيجه المباراه خلصت 6-1. اه كنت انا جايب السادس. طب كويس. طيب كويس، هايل. هنروح دلوقتي للكابتن محمد سلامه. محمد سلامه قول لي بقى مركزك ايه يا محمد؟ هاف ليفت. هاف ليفت. هاف بيسموك ايه في الفرقه يا سلام؟ سلام. سلامه. سلامه، مفيش اسم شهره؟ سلام. أه؟ سلام. طيب انا عايز بقى اعرف اسماء الشهره دايما اللي بتطلق عليكم، يعني دايما حتى في المباريات معانا فاروق صلاح دايما بتلاقي فيه اسماء كده بيسمي بعض اللعيبه. شادي رضوان كان بيسميك ايه؟ الفراري. يعني يبقى ان شاء الله نخلي اسماء شهره لكل واحد. محمد سلامه قول لي بقى، انت تحت المهاجم ناحيه الشمال، مين مثلك الاعلى في النادي الاهلي؟ هو كابتن وليد سليمان، والفتره الاخيره دي كان ناصر ماهر برضه ادى بشكل كويس مع النادي الاهلي. وليد سليمان. تمام. قول لي بقى كابتن احمد سراج والجهاز الفني بياخدوكوا في تمرين تخصصي دايما، مثلا ممكن ياخد الجزء الامامي والمهاجمين ويشتغل معاهم انهاء الهجمه على المرمى والكلام ده؟ ايوه بيبقى في يوم مثلا بيمرنا التكتيك قبل الماتش، قبل التراي ماتش، يعني بيبقى مثلا ماتش يوم الجمعه، فهو بياخدنا يوم الاربعاء مثلا بيعمل لنا التكتيك على الجون. اه المهاجمين، وساعات برضو كابتن ممدوح وكابتن زكريا بياخدوا المغربي ومعاذ الناحيه الدفاعيه بيمرنوه. تمام. ده شغل تخصصي وده مهم جدا في الكوره، انك انت لو انت بتلعب مدافع او تحت المهاجم ان دايما يبقى ليك شغل تخصصي لوحدك غير شغل الفريق، ده كمان بينمي من قدراتك. هنروح دلوقتي للكابتن محمد اشرف باك ليفت بتاعنا. محمد اشرف قول لي بقى السنه دي باك ليفت طبعا محمد اشرف. طيب ايه رايك في معلول الاول؟ بسم الله ما شاء الله، يعني نجم مصر الاول. نجم مصر الاول. طيب انا عايزك بقى تقعد، نصيحه مني ليك، اقعد اتعلم من معلول، شوف تحركاته داخل الملعب، شوف بيعمل ايه والنادي الاهلي بيهاجم، وشوف النادي الاهلي بيدافع قدراته. معلم معلول طبعا نجم كبير ونجم يعني من نجوم النادي الاهلي. قول لي السنه دي صنعت كام هدف الاول؟ صنعت حوالي 20 هدف. 20 هدف ما شاء الله، يعني وجايب 6 جوان. ده انت كده هتعدي علي معلول كمان. صنعت 20 هدف وتسجيل 6 اهداف ما شاء الله. مين مثلك؟ قلنا علي معلول. كابتن علي معلول. طب عالميا بقى مين؟ كابتن روبرتسون بتاع ليفربول. بتاع مين؟ روبرتسون بتاع ليفربول. ليفربول. طيب عايز اعرف مين اللي قاعد في الاستراحه؟ ايوه مين في استراحه الناشئين؟ محمد اشرف. استراحه الناشئين. ما شاء الله في عدد كبير في استراحه الناشئين. خلي بالكوا انا لما كنت ناشئ قدكم كنت قاعد في استراحه الناشئين بالنادي الاهلي، واول ناس فتحنا الاستراحه كنت انا وكان الكابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، كان الكابتن احمد بلال وكتير من النجوم. اول ما ابتدينا استراحه الناشئين فتحوها في نادي نصر كنا احنا المجموعه اللي كنا موجود. طيب هنروح بعد كده للكابتن عبد الوهاب علي. كابتن عبد الوهاب بلعب فرود وجاب سجل هدف في الدوري الحمد لله. وانا عارفك طبعا، عامل لاعب مهاجم وجاب كام هدف؟ 16 هدف الحمد لله. كم؟ 16. 16 السنه دي في الدوري ما شاء الله، ده انت متصدر يعني هداف الدوري. لا هو في واحد اعلى مني بس ما اعرفش كم هدف يعني. في هدف ما اتحسبش ولا؟ لا لا في واحد متصدر يعني، بس ما شاء الله رقم، يعني رقم برضو رقم محترم انك تسجل 16 هدف
ففي بطوله قويه هي بطوله الدوري الجمهوريه، فدي حاجه يعني السنه اللي السنه اللي فاتت كنت جايب 24 هدف في 20 ماتش، كنت عامل 10 بيلن و10 اسيست. تمام ما شاء الله الحمد لله. قول لي بقى بالمناسبه عبد الوهاب علي من الصعيد من الاقصر، وتحيه طبعا لاهل الاقصر كلهم، يعني الاقصر كلهم اهلاويه ما شاء الله، وتحيه للاقصر انهم بيتابعونا دايما في برنامج الاشبال. قول لي بقى مين مسك الاعلى من مهاجمي الاهلي؟ مهاجم الاهلي كان كابتن عماد متعب، وكنت انت وكابتن عماد متعب انتوا الاثنين. لا بس احنا خلاص بطلنا عبد الوهاب، انا عايز حد دلوقتي بيلعب مين دلوقتي؟ كابتن مروان محسن. كابتن مروان محسن ما شاء الله، مروان محسن برضو يعني بيعيش افضل فتراته مع طبعا مع وليد ازارو مع صلاح محسن. والناس بالمناسبه عرفت عبد الوهاب علي هنا من برنامج الاشبال ومن ملعب الاشبال. هنروح ليوسف الشوا، قول لي بقى يوسف مركزك ايه؟ ملعب سترايكر. سترايكر زي عبد الوهاب علي. شاركت السنه دي في مباريات؟ شاركت في مباريات كتير بس كصب يعني، مش ابتديت ماتش واحد كان ماتش الاتحاد وسجلت فيه هدفين ما شاء الله، ولعبت ماتش المقاولين وسجلت فيه هدف. تمام. ماتش النجوم المقاولين الاخير ولا اللي في الدور الاول؟ الدور الاول. الدور الاول ده اللي تعادل، ده بالتعادل اللي جاب 2-2. قول لي بقى مين مسك الاعلى يعني؟ عبد الوهاب قال لي مروان محسن. وليد ازارو عشان لعيب مقاطر يعني. وليد ازارو طيب وليد ازارو طبعا يعني مهاجم مميز داخل النادي الاهلي، ويعني من احد الحلول الايجابيه لفريق النادي الاهلي. طيب وليد ازارو مين عالميا؟ روبرتو فيرمينيو. تمام. ده نجم ليفربول؟ نجم ليفربول. تمام. مين بقى هنا المشاغب في الفريق؟ يعني انا ما شاء الله انا شايفكم على الهوا نسمه. الناس يعني صوتها مش طالع. مين سلامة؟ هو سلامة ده كبير. سلامة انا شايف كمبو. سلامة يعني هادي جدا وما بيتكلمش صوته مش طالع. اكتر واحد اسماعيل ياسين يا كابتن. خلي بالك انا هسال الكابتن احمد سراج وهنعرف مين المشاغب ومين اللي بيعمل دايما حركات. بنشكركم يا شباب، وهنروح دلوقتي هستقبل ايضا بعض لاعبي فريق 2001 اللي حاصل على بطوله الدوري قبل انتهائه بثلاث مباريات. عايز يطلع شادي، عدت شادي، شادي العرضيه، العرضيه جول 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 جوه جول، ضربه البدايه والروايه يبداها عبد الوهاب علي. عبد الوهاب يلحن وعبد الوهاب يضع الهدف الاول واللحن الاول للنادي الاهلي في شباك الاسماعيلي، هدف اول. لكن شوف التمريره عملها عمر رزق وضرب دفاع نادي الاسماعيلي. اشرف يلعب لشادي رضوان، شادي يطلع اشرف هيظبط يلعبها عرضيه الراسيه جول. لا جول 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 جوه جول. عبد الوهاب، عبد الوهاب بيلحن، عبد الوهاب بيعزف، والكروس العرض الجميل، والاهلي من البدايه هل من مزيد من الاثنين؟ فكر ان هو يلم ويعدي ولا يستنى حد يسند عليه. اتقطعت الكوره، حماده الفيل مره ثانيه، عبد الوهاب لحمادة الفيل، عدى حمادة، حمادة الفيل، الفيل هيعدي هيمر، شادي حط راجل جول 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 جوه جول. الفراري الفراري شادي رضوان والثلاثية الحمراء، ثلاثية حمراء للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي. عبد الوهاب يلمس، عمر رزق يسندها مرة ثانية، شادي شادي جول 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 جوه جول، والهدف الثاني للنادي الاهلي. وايضا مستقبل بعض لاعبي فريق 2001، كنا استقبلنا في الجزء الاولاني بعض اللاعبين، ودول بعض لاعبي برضو 2001 الحاصلين على بطولة دوري الجمهورية تحت 17 سنة. هنبتديها مع يوسف. يوسف عتمان اتفضل، قدم نفسك ومركزك. اسمي يوسف عتمان، بلعب ديفندر، بلعب باك ليفت، وبلعب سيفت باك. تمام. بقالي 12 سنة في النادي. تمام. هنا عمرو، بلعب مساك، بقالي 5 سنين. طه محمود، بقالي 4 سنين في النادي وبلعب ديفندر. فادي وليد، بقالي 3 سنين في النادي، بلعب هاف ليفت وهاف رايت وتحت الفيرون. مصطفى هشام، بلعب هاف رايت وهاف ليفت وبقالي 3 سنين في النادي. محمد ياسر، بلعب فرويد واول موسم ليا في النادي. اول موسم ليك في النادي الاهلي؟ محمد السيد، بلعب باك ليفت وينج رايت، اول موسم ليا في النادي.
حسام ياسين، بلعب تحت الفرود وديفندر، واول موسم ليا في النادي. حماده الفيل، بلعب جوكر وبلعب بقالي 4 سنين في النادي. يعني ابتداء مع حماده الفيل. حماده الفيل بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ 4 سنين. 4 سنين. قول لي بقى المدربين اللي اتمرنت معاهم في النادي الاهلي مين؟ اول واحد الكابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي. بعد كده اتمرنت مع كابتن محمد شرف واتمرنت مع كابتن اسحاق اول واتمرنت مع كابتن امين عرابي. امين عرابي، قول لي بقى، انا سالت زمايلك قلت لهم اصعب الماتشات، فقالوا لي كل الماتشات عندنا مفيش ماتش سهل، كل المباريات صعبه. عايز اسالك تاني، فعلا يعني في مباريات سهله في بطوله دوري الجمهوريه ولا فعلا دوري قوي؟ لا دوري قوي طبعا، ومفيش مباريات سهله عندنا، واحنا دايما كابتن احمد معودنا اللي احنا بناخد كل ماتش بماتشه، بنلعب مين ما تفرقش معانا، احنا بنلعب مين اهم حاجه المكسب بس. كل حاجه اهم حاجه دايما في كل مباراه ده الدور على المكسب. هنروح لحسام ياسين. حسام مركزك ايه؟ تحت الفيرود. تحت الفيرود. شاركت السنه دي في مباريات؟ شاركت في 5 مباريات او 6، وكنت بنزل الشوط الثاني يعني، والحمد لله ان شاء الله الفتره الجايه هيكون احسن باذن الله. تمام. مين هنا اللي في صراحه الناشئين؟ في عندنا هاني عمرو وعندنا محمد. وانت موجود في صراحه الناشئين؟ محافظه ايه؟ محافظه المنيا. محافظه المنيا، تحيه لاهل المنيا طبعا، والصعيد دايما اللي بيطلع مواهب. هنروح دلوقتي لمحمد سيد. محمد سيد مركزك ايه يا محمد؟ بلعب وينج رايت وباك ليفت. وينج رايت وباك ليفت. انت اشول ولا ايمن؟ اشول. اشول. طب مين مسك الاعلى الفريق الاول؟ علي معلول ووليد سليمان. علي معلول ووليد سليمان. قول لي بقى، تقعد تتفرج على وليد سليمان وعلي معلول علشان تتعلم منهم؟ بتفرج على طول كل ماتش. طب قول لي بقى بتتعلم ايه؟ يعني وانت قاعد بتتفرج ابرز الحاجات اللي ممكن تتعلمها من نجم زي وليد سليمان ولا علي معلول؟ انا بحاول انا اتعلم اوفرات من علي معلول وتحركه، تحرك وليد سليمان برده، وتمركزه وذكائه ورؤيته للملعب واستلاماته للكوره وكده. تمام. هروح للكابتن محمد ياسر. محمد ياسر، مركزك يا محمد؟ انا بلعب فرود ولسه جاي من شربين اول موسم ليا. من شربين. شربين منصوره. ايوه المنصوره. تمام ما شاء الله، يعني جسمانيا ما شاء الله وفي طول. شاركت السنه دي؟ في 5 لقاءات باين او 6. ولعبت ماتش مصر المقاصه، نزلت بديل وجبت جون يعني. طب كويس. مباراه مصر المقاصه، على ما اعتقد هي اللي يعني من ضمن المنافسين للنادي الاهلي السنه دي في بطوله دوري الجمهوريه. اصعب مباراه شفتها كانت مباراه ايه؟ والله كل الماتشات بتبقى صعبه، بس احنا طبعا ما بيفرقش معانا حد. احنا النادي الاهلي ومتربوا على كده ويعني بس. تمام. طيب هنروح لمصطفى هشام. مصطفى قول لي مركزك ايه يا مصطفى؟ بلعب هاف رايت. هاف رايت. بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقى 3 سنين. 3 سنين. مين بقى المدربين اتمرنت معاهم في خلال ال3 سنين؟ اتمرنت مع كابتن محمد شرف 2 سنين، وثالث سنه مع كابتن احمد سراج. منين يا مصطفى؟ من عين شمس. من القاهره يعني؟ قاهرة. مش مغترب، مش في صراحه الناشئين. لا القاهره. طيب يعني ما شاء الله على مدار ال3 سنين 2001 بحقق البطوله. تمام. السنه دي بقى يعني شاركت في مباراه انبي 7-0؟ لا ما شاركتش. شاركت مباراه، ما شاركتش في ايه المباريات اللي انت شاركت فيها وكنت موجود فيها؟ شاركت في كذا مباراه بس يعني مش متذكر دلوقتي. كذا مباراه. طب احلى مباراه ليك كانت السنه دي كانت ايه؟ ماتش مصر المقاصه. مصر المقاصه. تمام كويس. هنروح دلوقتي للكابتن فادي وليد. فادي قول لي بقى مركزك ايه؟ بلعب هاف ليفت وهاف رايت وتحت الفيرود. وتحت الفيرود. بتفكرني انت بمين؟ روبرتو كارلوس ولا ميسي؟ مين قول لي مين مثلك الاعلى؟ كابتن وليد سليمان وناصر ماهر وصالح جمعه. صالح جمعه. ما شاء الله. انا يعني عاجبني فيكم كمان انكم دايما يعني وليد سليمان، بالرغم لسه بقول لزمايلكم دلوقتي ان هو ما ترباش داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي، لكن نجم. نجم دايما بادائه داخل الملعب، تحس ان هو متربي داخل النادي الاهلي في كل المباريات، دايما عنده الغيره والحماس انه ما يخسرش مباراه. فاتمنى ان شاء الله يعني تكون يعني تاخدوا الحاجات دي من وليد سليمان. وليد سليمان فعلا نجم كبير. قول لي بقى فادي، كابتن سراج بقى وتعليماته، ابرز التعليمات ايه اللي دايما كابتن سراج بيقولها لكم دايما في خلال مشوار الدوري؟ هو دايما بيحفظنا تحركاتنا وازاي نبتدي هجمه ونتحرك. علي صوتك وقرب المايك شويه. تحركاتنا وازاي نبتدي هجمه ونتحرك من غير كره ازاي. ولما يبقى واحد على واحد اعدي وكده، بيشجعنا في حاجات كتير يعني دايما بيبقى حريص عليها كابتن احمد سراج. طيب هروح للكابتن طه. قول لي بقى طه مركزك ايه؟ بلعب نص ملعب ديفندر وتحت الفيروت. مين عندنا الديفندرات في الفريق؟ انا وعثمان. طه حجاج. وعثمان ومين تاني؟ وكوكا عربي وعربي بدر وحجاج. حاجه ما شاء الله يعني عاملين ماتشات السنه دي قوي. شاركت في مباريات السنه دي يا طه؟ كتير الحمد لله. كتير. احرزت اهداف؟ هدف.
احرزت اهداف في الزمالك. احرزت في الزمالك. طيب ما شاء الله انتوا هتاخدونا الرقم دلوقتي. انتوا لعبتوا الزمالك كم مباراه خلال السنين اللي فاتت؟ لعبنا حوالي 3 أو 5 خمس مباريات. خسرتوا في مباراه. النتائج كانت ايه؟ كانت 2-1. يعني كلها فوز يعني. 3-0. طيب احنا بقى عشان بس عايزك تعلي صوتك شويه علشان ان شاء الله عندنا مباراه اهلي وزمالك الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث ده. هنذاعها لكم هنا على قناه النادي الاهلي ان شاء الله مباشره ونعمل لكم استوديو تحليل وملعب ان شاء الله من ملاعب الاشبال. هنروح للكابتن هاني عمرو. قول لي بقى هاني مركزك ايه؟ مساك ما شاء الله. بس انا ما شاء الله شايف صوتكم هادي بس في الملعب بلاقيكم حاجه تانية. يعني هنا كده صوتكم هادي جدا ونسمه بس الكابتن احمد سراج بيقول لي يعني لا يعني في الملعب ما شاء الله حاجه زي الفل. قول لي بقى مساك السنه دي ما شاء الله كنا زعنا مباراه على شاشه قناه النادي الاهلي كنت احرزت انت الهدف ماتش الداخليه. طيب قول لي بقى الكابتن احمد سراج دايما كان كره ثابته صح كده؟ ركنيه. كانت ركنيه. دايما الكابتن احمد سراج بيكلمك في الكرات الثابته انك دايما تطلع فيها؟ بيكلمني يقول لي اطلع فيها وتروح على الكوره ما تستناش. علي صوتك قرب المايك شويه. بيقول لي روح. بيقول لي اطلع والكوره بتلعب روح لها ما تستناهاش تجي لك. وبيمرنك دايما عليها. طيب في مباراه انبي احرزت هدفين برضه. ثلاثه. احرزت 3 أهداف. ما شاء الله انت هتنافس عبد الوهاب علي هداف الفريق وانت بتلعب مساك. ما شاء الله. ما شاء الله كان في مباراه انبي احرزت 3 أهداف. طيب قول لي بقى مين مثلك الاعلى في الفريق الاول في المساكين؟ ايمن اشرف وحجازي. ايمن اشرف وحجازي. حجازي نجم النادي الاهلي سابقا ونجم منتخب مصر. طب اتفرجت على وائل جمعه؟ كابتن وائل جمعه؟ شفت وائل جمعه. انا اصلا لعبت مع وائل جمعه طبعا. ما شاء الله وائل جمعه كان صخره. يعني وائل جمعه من اللعيبه المدافعين اللي ما كانش بيهزر ولا في تمرين ولا في مباراه. كل حاجه عنده جد. فما شاء الله من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي وفي افريقيا كمان. صح. كنت على طول لما كنت الاقي ماتش اهلي واي فرقه وائل جمعه كنت بقعد اشوفه بيتحرك ازاي وكان بيعتمد على الكوره ما كانش بيخاف من حاجه. على طول يعتبر رقم واحد في افريقيا مش في مصر بس. تمام. هنروح ليوسف عثمان. قول لي بقى يوسف مركزك؟ بلعب ديفندر وباك شمال وثيرد باك. ديفندر مساك وباك شمال. مين مثلك اللي على الفريق الاول؟ انا طبعا قدوتي دايما هي كان كابتن محمد ابو تريكه بره الملعب وجوه الملعب. دلوقتي كابتن حسام عاشور. حسام عاشور. تحيه ليك طبعا حسام عاشور يعني من ناشئين النادي الاهلي ما شاء الله نجم كبير كابتن فريق النادي الاهلي وكمان على مدار سنوات طويله حسام عاشور دايما اساسي في الفريق الاول سواء مع مدرب اجنبي او مع مدرب مصري. قول لي بقى انت بتقعد تتفرج على حسام عاشور او دلوقتي بيلعب ممكن عمرو السوليه كريم نيدفيد تتعلم ايه منهم؟ طبعا بتفرج دايما على التحركات في الهجوم وفي الدفاع ازاي بيستخلص الكوره ازاي بيكمل برده لما بعد الكوره تبقى هجوم بيكمل تحت الكوره ازاي يقف ويغير الملعب. طبعا بتفرج عليهم بتعلم حاجات كتير طبعا منهم. طيب البطوله السنه دي فعلا قويه يا يوسف؟ طبعا قويه جدا. كل الفرق بتنافس كل الفرق عايزه تكسب الاهلي وتعمل حاجه ضدنا. احنا الحمد لله كنا قد المسؤوليه وكسبنا كل الماتشات الحمد لله. طبعا تعثرنا في كذا ماتش بس طبعا كان في مباراه كان ماتشين نتاج الحربي وكان في طلاع الجيش بس طبعا بعديها استعدنا على طول قوتنا وكسبنا على طول الماتشات اللي بعديها يعني الحمد لله. تمام. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق يا شباب. هروح دلوقتي برضو وهستقبل بعض من الجهاز الفني لفريق 2001 اللي حاصل على بطولة الدوري قبل انتهاء البطولة بثلاث مباريات. جول جوه جول هدف اول للنادي الاهلي عن طريق محمد مغربي يرفع رصيده من الاهداف للهدف رقم 3. احمد نبيل كوكا احمد نبيل يلعبها في اتجاه الفراري شادي 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 جول 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 الفراري شادي رضوان. هيلعب محمد اشرف واثنين النادي الاهلي يلعب ويعلق اشرف مغربي يطلع بضربه راس عدت عبد الوهاب جول 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 لعبه القط والفار ما بين عبد الوهاب وشادي رضوان الاثنين بيتنافسوا على هداف الدوري. عبد الوهاب بيقول لشادي انت جبت السابع وانا كمان جبت الهدف السابع. يسلم لمعاذ معاذ لعمر رزق اعدل نفسك يا عمر يلعب لاحمد سيد عبد النبي احمد سيد احمد سيد عايز يعدي عدى عبد النبي عدى عبد النبي يا راجل اقرا جول 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 عمل الموال والحكايه احمد سيد عبد النبي
عدى احمد سيد عبد النبي الولد الصغير الولد مواليد 2002 عدى ويلعب عرضيه بعرض الملعب يقابلها محمد سلامه عشان يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. كوكا يلعب ليوسف عبد الحميد، يوسف عايز يعدي، عدى يوسف يلعب لكوكا، كوكا بعرض الملعب راجل من بدري يلعب لعمر رزق، يلا يا عمر بقى يلا يا راجل بقى مش ممكن، جول هدف خامس عمر رزق. حمد الله على السلامه عمر رزق يحرز الهدف الخامس للنادي الاهلي، خماسيه للنادي الاهلي، هدف خامس عن طريق عمر رزق. يضغط سلامه يا ولد يا سلامه الوقت اللي لعبه سلامه كان من عناصر فعلى سلامه في الجول جول محمد سلامه يا ولد يا سلامه، هدف رائع وهدف جميل للنادي الاهلي. لعب في اتجاه عبد الوهاب، كعب القدم فين يا عبد الوهاب؟ حماده الفيل وهي جايه، عبد الوهاب عدى يلعب عرضيه، حماده عدى شادي، يا ولد جول الفراري موهبه النادي الاهلي وموهبه مصر، شادي رضوان يضع هدف رائع، هدف جميل، اجمل اهداف هذا الاسبوع شادي رضوان. يا ولد يا شادي، هدف الاول للنادي الاهلي، لكن عبد الوهاب هيلعب، احمد سيد عبد النبي يلعب ويعلق، عبد النبي عبد الوهاب يطلع عدل اشراق، جول جوه جول، الهدف الثاني للنادي الاهلي، اللاعب احمد اشرف قال كابيتانو احمد اشرف، قلت لحضراتكم لو فكر احمد سراج في حل هجومي هيكون هو اللاعب احمد اشرف، وبالفعل احمد اشرف قال كابيتانو يعود من جديد ويظهر ويضع هدف ثاني بضربه راس قويه يسكنها الشباك. هيلعب محمد اشرف، ركلة حرة للنادي الاهلي، ولقاء يسير في شوطه الثاني ما بين الاهلي وبيراميدز، اللعبة تتعلق في اتجاه لعب مغربي، جول عبد الوهاب اللحن من الحان، عبد الوهاب الحدودي ابن الصعيد ووفد محافظة العالم شاهد على امجاده بنجاز. تحية بحضراتكم، برحب ببعض من جهاز الفني لفريق 2001 اللي حصل على بطولة دوري الجمهورية قبل انتهاء البطولة بثلاث ماتشات، هنبتديها مع الكابتن ممدوح عبيد مدرب الفريق. قول لي بقى، السنة دي أول ما ابتديتوا الموسم وبدأتوا بقى تجهزوا، ما شاء الله 2001 يعني حصل على البطولة بقاله كذا سنة، فكان في تحدي السنة دي برضو من الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سراج وكل طبعا الجهاز الفني إنكم تاخدوا برضو البطولة بنفس الأرقام القياسية يا كابتن ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. هو إحنا أول ما استلمنا الفرقة يا كابتن، طبعا هم بقالهم سنتين أو ثلاثة بياخدوا البطولة، وفرقة من الفرق اللي في النادي المميزة، فكانت دي عاملة عبء علينا إن إحنا لازم برضو إحنا كمان نعمل بصمة وناخد البطوله برضو نفس الارقام اللي هم كانوا بيحققوها. يعني كابتن شرف الصراحه وكابتن اسحاق اول كانوا عاملين فرقه كويسه قوي السنه اللي فاتت، احنا خدناها استلمناها، عملنا تحدي بينا وبين نفسنا ان احنا ربنا يكرمنا ولازم ناخد البطوله برضو ونحقق ارقام، فربنا كرمنا في اخر الموسم ان احنا الحمد لله كسبنا البطوله قبلها بثلاث ماتشات. شرفتنا انت في حلقه من حلقات برنامج الاشبال قبل كده، كنت مع حضرتك انا وكوكا، انت وكوكا، احمد نبيل كوكا. قول لي بقى، في عندنا فعلا مواهب داخل 2001؟ الحمد لله يعني الفرقه عندنا كلها مواهب، يعني الواحد لو جه دلوقتي يعدد اسامي يعني ممكن ينسى حد، فهم بسم الله ما شاء الله فيهم عدد كبير قوي ان شاء الله موهوبين، وان شاء الله يبقوا مستقبل النادي الاهلي الفتره الجايه دي باذن الله. طب وانت بقى كمدرب قول لي بقى، وانتوا بتديروا المباريات كده اصعب مباراه كنتوا عاملين لها كده الف حساب يعني، واحنا بنستعرض دلوقتي مشوار يعني الاهداف ومشوار البطوله بتاعتنا. حضرتك طبعا يا كابتن اسامه عارف ان النادي الاهلي لازم كل الماتشات بيلعب على مكسب، فالماتشات بالنسبه لنا كلها مركزين فيها الحمد لله، بس يمكن ماتش الزمالك هناك في متعوبه كان، حضرتك عارف ان احنا بقالنا فتره عشان الاحداث بتاعه البلد ما كانش في ماتشات اهلي زمالك تلعب ولا في الزمالك، يعني دي كانت اول مباراه من فتره تتلعب في متعوبه. كان ان احنا نلعب عندهم، فكانت عامله حمل نفسي شويه على الاولاد ان احنا هنروح نلعب عندهم، في طبعا في جماهير، فكانت
صعبة شوية، بس الحمد لله ربنا كرمنا وتجاوزناها وكسبنا 2-0 الحمد لله. تمام، هروح دلوقتي للكابتن محمد راشد الجندي بقى المجهول الدينامو داخل فريق 2001. قول لي بقى في بداية الموسم عندك مواضيع كتير وملفات كتير، قيد لاعبين وحاجات كده، كلمنا بقى عن قيد اللاعبين الأول في بداية الموسم. أنا الحمد لله يمكن العدو الوحيد اللي مكمل مع الفريق، أنا ما كنت مع الفريق في السنة اللي فاتت، الحمد لله خدنا بطولة قوية جدا. واللي قابلنا السنة دي كان صعب جدا عشان خاطر نقدر نحافظ على، لما تاخد بطولة سهل لك تحافظ عليها ده كان صعب جدا. والسنة اللي فاتت كنا عاملين إنجازات، السنة دي الحمد لله عملنا نفس الإنجازات وأكتر الحمد لله. تمام. اللي قابلنا أول السنة اللي هو كده اللاعبين طبعا باللعيبة اللي هي القديمة، بيتم اللي هي إعادة كده طبعا في الاتحاد. بعد كده في لعيبة تم الانضمام من نوادي أخرى، عملنا لهم طبعا استعلام، بيبقى حاجة طبعا بنروح البلد بتاعته بنشوف اللعيبة دي كانت متأيدة فين، بشوف هل المواليد بتاعته صحيحة، هل مسنن هل مزور، ده كله ده بيبقى على لعيبة فعلا. موضوع مهم، مهم جدا موضوع التزوير والتسنين. خلال فعلا السنة دي كابتن أسامة جالنا فعلا 7 لعيبة كانوا مميزين جدا، طلعوا السبع مزورين. سبع مزورين. ما خلي بالك انت ليك دور مهم جدا داخل الفريق، انت ممكن ما شاء الله تمشي مشوار طويل في مع البطوله وتحسم ماتشات مهمه، ولا قدر يجي واحد يبقى ازلك كل انت عملته، فانت ليك دور مهم جدا بيبتدي من بدايه الحمد لله الهدف. يمكن اقوى جهاز اداري موجود في مصر حاليا هو جهاز نادي الاهلي. والسنه اللي فاتت حصل طبعا مشاكل كتيره جدا، وكنا برضو اقوى جهاز اداري الحمد لله. وطبعا الجهاز ده بيشمل احنا كلنا في الاوضه عندنا في الغرفه عندنا في النادي في القطاع عندنا، احنا كلنا اخوات، مفيش اداري مختص في بالذات، لا بالعكس احنا لما في حد بيواجه مشكله كلنا بنحل، بنقعد مع بعض ونحلها. فاحنا يعني انا تروس كلنا مع بعض كايد واحده فعلا الجهاز الاداري. واحنا بنحييك يا كابتن راشد انك دايما بتتواصل معانا هنا خلال برنامج الاشبال، ودايما بتبعت لنا الاحصائيات والارقام والنتائج كمان. في اول السنه الحمد لله اللي عملنا المعسكر دي حاجه كويسه جدا، المعسكرات دي حاجه يعني مهمه جدا للفريق، بتخلي في ارتباط بين اللعيبه وبين بعضها. الجهاز لما يكون جديد على الفريق بيبقى بنحفظ بعض، بنعرف الجهاز بيعرف طباع اللعيبه واللعيبه بتعرف طباع الجهاز. وعملنا منتوشه وديه دي كانت ليها اثر يعني ايجابي جدا على بعد كده مسيره الفريق. جاهز انت على طول ماسك ورقه وقلم على طول؟ لا ماشي 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 حتى على الهوا ماسك ورقه وقلم. هروح دلوقتي للدكتور محمد عبد الحكيم. دكتور محمد كان عندك ملفات مهمه السنه دي، ملفات طبيه، اصابه شادي رضوان نجم وموهوب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان اصابه محمد اشرف في مباراه بيراميدز قطع برضه في الرباط الصليبي. تعاملت بقى مع الاصابات دي ازاي؟ وكمان لو في اصابات ثانيه عندك اخرى يعني. طبعا انا بالنسبه لي كل مباراه تحدي، يعني من الدقيقه الاولى لاخر دقيقه بالنسبه لي ان انا اطلع من غير اصابات ده اكبر فوز بالنسبه لي كجهاز طبي وكطبيب. تمام. بغض النظر عن نتيجه المباراه طبعا. تمام. انا بالنسبه لي كل لاعب في الفرقه في اصابه ما بين من صباع رجل صغير لشعر، فدي ده تمن البطوله، ان البطوله بتاعتنا دي ما جاتش بالساهل، تمن البطوله دي كان كبير جدا. تمن البطوله دي كلنا شفنا على الشاشه اصابه شادي رضوان، والاصابه كبيره تمنها ان هو في شريحه في كتفه في كسر في الترقوه. وفضل 3 شهور تحت العلاج ورجع بالسلامه معانا وشارك في المباراه الاخيره. تمن البطوله دي اصابه احمد اشرف، واحنا ندعي له بالشفاء دلوقتي، هو ما زال مريض مش موجود معانا النهارده، جاله رباط صليبي. تحيه من برنامج الاشبال لاحمد اشرف، كنت اتمنى ان يكون موجود معانا في الاحتفالين، هو مشارك 2001 في بطوله الدوري، لكن نتمنى له ان شاء الله السلامه ويرجع افضل من الاول. وتمن البطوله دي طبعا اصابه كبيره كانت لنجم برضو الفريق يوسف عثمان، اتصاب في العضله الاماميه وفضل فتره في العلاج ورجع معانا، وباقي الفرق كلهم بينزلوا وبيتصابوا بنعالج، واحنا بس كنا نعاني من ضغط الماتشات، كنا بنلعب تقريبا 3 مرات في الاسبوع. ما دي بقى انا هروح للكابتن اسلام فتاح المخطط الاحمال في النادي الاهلي، وبيبقى ليه دور مهم جدا في عمليه ضغط المباريات دي علشان تفادي حدوث الاصابات. ازاي بقى كابتن اسلام بتوزع احمالك خلال الموسم، نظرا انك انت بتبتدي المسابقه الاول بجدول مريح في عدد يعني راحه كويس ما بين الماتشات، بعد كده بيجي ضغط المسابقه في اخر 3 شهور؟ طبعا حضرتك النادي الاهلي معودنا ان احنا نشتغل دايما مع بعض تيم ورك، ما حدش بيشتغل لوحده. تمام. بنبتدي نحط البرنامج، بنعمل قياسات قبليه قبل بدايه السيزون بتاعنا. بنبتدي نشتغل على القياسات دي، بيبقى عندنا فروق فرديه، بنبتدي نشتغل لكل لعيب الحاجات اللي ناقصه له عشان يقدر ان هو نكمل بقيه السيزون على خير ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين احنا بنعمل القياسات بتاعتنا، بنبتدي فتره الاعداد بتاعتنا ده الفتره العامه، وبعد كده بنبتدي نشتغل الشغل الخاص بتاعنا على مدار السنه بتاعتنا كلها.
نبتدي نحط القياسات لكل لعيب، نبتدي نعمل فايل لكل لعيب، الاصابات بتاعته لو هو مصاب بنبتدي نشتغل على فتره الاصابه بتاعته طبعا مع التعاون مع الجهاز الطبي كله، نبتدي ان احنا نحط البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه. احنا دايما شغالين كلنا تروس بتحرك بعضها، ده بيسلم ده، ده بيسلم ده. تمام، ونروح لكابتن ناجح ابو زهره. مهم جدا زي ما احنا اتكلمنا عن كابتن سامي عبد الفتاح ودور مخطط الاحمال، اكيد برضو الاستشفاء هنا مع ضغط المباريات ليها دور مهم جدا. كابتن ناجح قول لي بقى التدليك وراحه اللاعبين بقى. مبدئيا انا بشكر كابتن فتحي مبروك والدكتور اسامه مصطفى رئيس الجهاز الطبي ان هم حطوني مع جهاز محترم زي الكابتن احمد سراج مصر ان هو يكسب البطوله، ومع لعيبه الصراحة أنا بقالي 9 سنين في النادي الأهلي ما تعاملتش مع لعيبة محترمين زي كده يعني. مبدئياً الاستشفاء بتختلف اليدوي والتلج. أنا دوري بيبدأ مع الطبيب في الملعب، والجهاز الطبي طبعاً بيتكون من طبيب وعلاج طبيعي وتأهيل وتدليك. لازم الأربع أفراد يكونوا بعد المدير الفني طبعاً إن هو يقول لي محتاج استشفاء ولا لأ. بالنسبة للتلج طبعاً بيعمل ريكفري لو إحنا إحنا مجهزين في قطاع الناشئين بكل الأجهزة دي. طبعاً عندنا الساونا، عندنا مخصص التلج، عندنا كل حاجة. طبعاً مع الإصابات طبعاً ما ينفعش تدليك إصابة، ما ينفعش أعمل فيها تنشيط للدورة الدموية طبعاً. تمام، هنروح بقى لجنود مجهولة داخل الفريق. دايما دورها بيبقى ايه يعني من الخلف، لكن دورها مهم جدا. عم شعبان عبد الله وسامح عبد الظاهر يعني مسؤول المهمات داخل الفريق. قول لي بقى شعبان يعني ترتيب الادوات والكور والتنسيق قبل التدريب بقى. احنا الحمد لله رب العالمين احنا وسامح منسقين مع بعضينا. قرب بس المايك شويه. احنا وسامح منسقين مع بعضينا، هو لو بره كده هو بيمسك الاوضه مثلا، انا بمسك الملعب، بنظبط الادوات. في تنسيق دايما بينك وبين سامح. انا وسامح مع بعضينا، الاوتوبيس بيجي بنعرف نحطه ايه وكده، بنظبط الامور يعني مع بعضينا. تمام، سامح قول لي بقى دورك مع شعبان ايه؟ يعني التنسيق بقى. التنسيق كان بيبقى في اللبس والادوات والميه واللي بنجهز الملعب لكابتن احمد سراج. اتفضل. بنجهز الملعب لكابتن احمد سراج، بيقول لنا اعملوا المربعات، اعملوا كذا، اعملوا كذا، بنجهز كل حاجه في الملعب. هو في تنسيق مع كابتن احمد سراج قبل التمرين. تمام، قبل التمرين الادوات اللي هو محتاجها، الميه، الكلام ده كله، الميه والادوات وبيجهز مربعات، جهز كل حاجه في الملعب. تمام، بشكر بعض من افراد جهاز 2001، وهروح دلوقتي استقبل الكابتن احمد سراج المدير الفني، والكابتن زكريا حسين المدرب العام، والكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى.
بجدد التحيه لحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيوفي باقي الجهاز الفني، كابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001، والكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، والكابتن زكريا حسين المدرب العام. وهنبتدي مع العريس النهارده كابتن احمد سراج المدير الفني. كابتن احمد الف مبروك طبعا على بطوله دوري الجمهوريه تحت 17 سنه. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وطبعا انا بشكرك يعني شكر مش عايز اقول لحضرتك، انت من الناس الداعمين لقطاع الناشئين وواقف جنبنا متابعنا خطوه بخطوه. يمكن انا بشكرك وبشكر برنامجك اللي الدنيا كلها متابعاه دلوقتي الحمد لله، وبشكر قناه الاهلي، وبنتهز الفرصه بشكر مجلس الاداره اللي واقف جنبنا، وبشكر كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين، كابتن اكرام. عايزك بقى تكلمني، ما شاء الله ارقام مميزه وارقام قياسيه، اول فريق ياخد البطوله عندنا في داخل قطاع الناشئين، ارقام مميزه ما شاء الله على مدار الموسم. عايزك تكلمني عن المشوار البطوله والارقام المميزه ما شاء الله اللي عملتها انت وباقي الجهاز الفني كله. يمكن الحمد لله، يمكن انت حضرتك قلت مع الجهاز الفني، يمكن كلنا بنشارك مع بعض في اتخاذ قرارات، باتخاذ اي حاجه بالمشوره. يمكن احنا عاده نادي الاهلي كده، يمكن انا استلمت الفرقه، يمكن الفرقه دي اول سنه ليا معاها، فرقه 2001 هي فرقه مميزه جدا في القطاع ومميزه على مستوى مصر. يمكن استلمتها من ليا اخ محمد شرف، دايما من المدربين اللي احنا المميزين كانوا في القطاع. عادتنا كمدربين احنا بنساهم مع بعض. عاجبني قوي دايما ده. يمكن احنا دايما بنكمل بعض يا كابتن سراج. عاجبني قوي الكلام انت بتقوله عن المدرب السابق كابتن محمد شرف، طبعا عمل شغل وانت النهارده جاي تتكلم، فعجبني قوي الكلام ده. يمكن بشكره كمان ان هو مديني فرقه فعلا فرقه محترمه، يمكن 25 لعيب او القايمه كلها 28 اللي احنا جبناهم السنه دي، الاثنين لعيبه او ثلاث لعيبه. يمكن دايما بنكمل اللي اشتغل قبل كده، ما ينفعش نبدا نعمل من اول وجديد، لا احنا كده كعادتنا في نادي الاهلي. يمكن انا كنت ماسك فرقه 2000، قبلها كنت مدرب في 97، يمكن فرقه 2001 بقى نتكلم عنها اميز فرقه على مستوى مصر كافراد كلعيبه، فعلا هم مستقبل في السن دوت، مستقبل الكوره في مصر كلها، وفريقنا طبعا اللي احنا بنشتغل عشانه، ودي حاجه انا بشكرهم عليها يعني خلال الموسم على تعبهم معايا، على هم والجهاز طبعا على كل حاجه، يعني بشكرهم على اي حاجه عملتها معاهم. انت هروح للكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ما شاء الله دلوقتي عندنا في الفريق الاول شريف اكرامي ومحمد الشناوي خارجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، طبعا معاهم علي لطفي الحارس المميز. كابتن احمد قول لي بقى اسماء الحراس الموجودين داخل 2001. اولا انا اشكر الكابتن فتحي مبروك والكابتن هشام حنفي والكابتن اكرامي، وبشكر اللعيبه كلها. تحيه طبعا للكابتن اكرامي. طبعا طبعا. بشكرهم كلهم على المجهود اللي بذلوه معانا، والحمد لله احنا عندنا حراس مرمى مميزين. الحارس الاول حمزه علاء بيطلع مع الدرجه الاولى باستمرار، نفس الكلام حاليا عاصم سليم الحارس الثاني برضك معاه في الدرجه الاولى، في برضك ما شاء الله، يعني احنا عندنا اثنين حراس حمزه علاء وعاصم سليم بيتواجدوا على طول في تدريبات الدرجه الاولى ومنتخب مصر كمان، الاثنين في موجودين في منتخب مصر الحمد لله. ومحمد اشرف حارس برضك مميز بيطلع فرقه ال 2000 بيلعب على طول باستمرار، صاعد على طول وبيلعب مع ال 97، وبرضك حمزه بيلعب مع ال 97 الحمد لله، كان في مباراه الامس كسبه والمصري 5-2، كان هو اللي بيحرس المرمى وربنا كان موفقه امبارح وفازوا في مباراه قويه الحمد لله. حمزه من الحراس المميزه اللي بتطلع على طول باستمرار مع الدرجه الاولى بالتنسيق، هو بالتنسيق مع الكابتن طارق سليمان والكابتن اكرامي، وعلى طول احنا في تسلسل مع الكابتن اكرامي والكابتن طارق سليمان في التعامل مع حراسه المرمى، والثلاثه مميزين الحمد لله في منتخب مصر وفي الدرجه الاولى ومع الفرق المختلفه سواء ال 2000 او ال 99 او ال 97، هم من الحراس المميزه ان شاء الله هيبقوا مستقبل النادي الاهلي ومصر باذن الله. يعني نطمن بقى جمهور النادي الاهلي على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. احنا الحمد لله عندنا مجموعه من حراس المرمى منهم الثلاثه اللي بتوع 2001 دول، هم الثلاثه من مستقبل ان شاء الله حراسه المرمى في النادي الاهلي ومصر باذن الله. ان شاء الله. هنروح لكابتن زكريا حسين المدرب العام، منورنا ومشرفنا كابتن زكريا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، ربنا يكرمك. عايزك بقى تكلمني كابتن سراج، اتكلم عن مشوار البطوله والصعوبات اللي كانت طبعا موجوده، واستلمت الفرقه من الكابتن محمد شرف، وعجبني في كلام الكابتن احمد سراج بيقول احنا بنكمل بعض داخل
قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اخذك بقى المنطقه الثانيه، دور كابتن فتحي مبروك. يعني كابتن فتحي مبروك ما شاء الله متواجد معاكم على طول في التدريبات بالزبط. في المباريات في مدينه نصر، وكمان في بعض المباريات او في معظم المباريات بلاقيه كمان بيسافر معاكم. تمام. هو كابتن فتحي بصراحه مش سايبنا بصراحه من اول الموسم، موفر لنا كل الامكانيات والسبل للراحه للفرقه والجهاز، معانا في الماتشات اللي داخل النادي خارج النادي. بصراحه ما سبناش لا هو ولا كابتن اكرام بصراحه. تمام. كابتن هشام في بعض المباريات السنه دي يعني واجهكم نقص في عدد اللاعبين، اصابات او عمليه التصعيد كمان يا كابتن سراج، يعني كنتوا بتواجهوا الكلام ده ازاي يا كابتن زكريا؟ هو احنا بالتنسيق مع بعض الجهاز الفني ومع الزملاء في القطاع نبتدي نظبط، نشوف ايه الناقص عندنا في الفرقه، نبتدي اذا كنا نصعد حد من 2002 معانا. الاصابات الجهاز الطبي طبعا مشكورا كان بيقوم بدوره على اجمل وجه بصراحه، بيجهز لنا اللعيبه بسرعه بحيث ان احنا يعني ما نحسش بالحته دي، حته النواقص. تمام. عايز اخد بقى كابتن سراج لحته مهمه وكان ليها اثر ايجابي جدا، زياره كابتن محمود الخطيب السنه دي ليكم في قطاع الناشئين حوالي 3-4 مرات، وكان خاصه في زياره كمان يعني ل 2001 زياره خاصه، يعني شفت بقى الزياره دي واثرها ازاي على اللاعبين؟ بص حضرتك يا كابتن اسامه، يمكن انا كلمتك في حلقه قبل كده، يمكن احنا استمدينا كلامنا من زياره كابتن محمود الخطيب، يمكن انا من النوعيه اللي بحمس بيها الاولاد، يمكن هم ممكن ما يشوفوش كابتن محمود هو بيلعب، احنا اتربينا عليه بقى. يعني انا على المستوى الشخصي انا اتربيت عليه وانا في الناشئين، يمكن حاجه اللي هو يعني عارف عملاقه جدا في المجال كله. يمكن هو اللي حبب نوعيه الجماهير بتاعت النادي الاهلي كمان، دي حاجه بقى يعني حببهم في الكوره، حببهم في النادي الاهلي، دي حاجه والله العظيم يعلم ربنا. معانا دلوقتي وانت بتتكلم دلوقتي الزياره وكابتن خطيب بيسلم على دي كانت في بدايه الموسم على الاجهزه الفنيه وبعد كده اللاعبين. يعني يمكن كابتن محمود قاعد بيتكلم معانا ويمكن سلم على لعيب سلم علينا كجهاز، يمكن ادتنا دفعه، دي حاجه مهوله. يعني انا عن نفسي كنت فخور جدا ان انا بسلم عليه، ان انا واقف جنب كابتن محمود. بتمناها بقى نقلتها انا للعيبه، ان هو نوع من انواع الحافز. بصوا كابتن محمود عامل ايه. كابتن خطيب اتكلم، خلي بالك انت بتتكلم كابتن خطيب، كل لعيب بيعرف نفسه معانا. عبد الوهاب علي طبعا لما جه عليه الدور قال له عبد الوهاب علي الدوسر وهداف الدوري وجاب كام هدف. صح عبد الوهاب؟ تعال وهاب، تعال لي هنا علاوه، تعال تعال عبد الوهاب، تعال فين المايك يا شباب؟ طيب هات المايك وتعال يا عبد الوهاب. اتفضل يا كابتن سراج. قال له بودي الاسم الجديد يمكن. يا عبد الوهاب. كابتن احمد عايزك بقى تقول لي يعني ايه الكلام اللي انت قلته كابتن خطيب لما كان كل لاعب بيعرف نفسه. وكل لاعب طبعا كان بيعرف نفسه الكابتن خطيب طبعا. فانا لما سالني بيقول لي انت اسمك، قلت له انا اسمي عبد الوهاب علي من الاقصر وجايب 11 هدف بلعب فرود، يقول لي هتطلع زي كابتن بيبو، قلت له زي اجويرو. عشان الحاجة بس عشان اتكلم معايا كويس يعني، وقال لي شد حيلك ربنا يكرمك. والواحد كان سعيد جدا انه وقفت معاه طبعا كابتن خطيب، حاجه كبيره جدا طبعا، شرف لاي لاعب ان شاء الله. اتفضل عبد الوهاب، اتفضل يا كابتن. يمكن كابتن خطيب لما كان بيتكلم مع لعيبه بيكلمهم ان هم مستقبل النادي، هم هو اللي هيبقى النجم بتاع الفريق الاول، هو اللي هيبقى رئيس النادي، هو اللي هيبقى المسؤول، فبيحمسهم. دي حاجه بنشكره عليها طبعا. ويمكن في البدايه انا شكرته لان هو فعلا من الدعم الرئيسي، على طول معانا بيسال علينا، على طول بيسال على الفرق، على طول بيتابعنا من خلال كابتن فتحي مبروك. ويعني ده حاجه بنفتخر بيها كابتن محمود. عايز بقى اشترككم في حاجه معايا كابتن سراج وكابتن زكريا وكابتن احمد ابراهيم وكمان كابتن ممدوح وباقي الجهاز. طبعا انا شايفهم دلوقتي قدامي قاعدين ما شاء الله نسمه، يعني حاجه محترمه جدا، ما فيش صوت طالع. يعني انا في الطبيعه وفي الملعب ما بشوفش الكلام ده. لا طبعا. يعني عايز اعرف بقى الكواليس، مين اكتر واحد بقى يعني بتاع مقالب، مين اكتر واحد؟ هو مش كواليس، هم كله دلوقتي بيشاور على هم واخدين على الصوت العالي مني. واخدين على الصوت العالي. خلي بالك انا بشوف حاجه دايما في المباريات وانا بتفرج على فريق 2001، ممكن تكونوا كسبانين 5-6، بلاقي دايما الكابتن احمد سراج برضو والجهاز الفني واقفين على الخط، الخمسه عايزين يبقوا 6 والستة عايزين يبقوا 7. يعني دي روح كويسه جدا طبعا، انك انت ما بتكتفيش بهدف، فدي حاجه كويسه طبعا بنحيي عليها الجهاز الفني. كابتن احمد قول لي بقى اصعب المباريات السنه دي اللي كان الجهاز
الفني 2001 الان منها ايه؟ احنا حضرتك احنا عندنا مباراة كلها مباراة شغالين من اول موسم من هي مباراة كؤوس، كل مباراة بنحترم الخصم اللي قدامنا، فاحترامنا الخصم هو بيخلي المباراة سهلة، انما ما احنا بنقلل من قيمة الخصم اللي قدامنا المباراة بتبقى صعبة. احنا ما عندناش مباراة سهلة ولا مباراة صعبة، احنا المباراة كلها فيها تركيز، احنا لو ركزنا الحمد لله بنسهل المباراة علينا، وربنا كرمنا في كذا ماتش عشان احنا سهلنا المباراة بالتركيز والاجتهاد بيننا وبين بعضينا. يعني كل المباريات تاخدوها بشكل كؤوس، ما تاخدهاش ودي رسمي. ده الوضع الطبيعي بتاع تربيتنا في نادي الاهلي كده، ومستويات اللعيبه هي اللي بتخلينا نطمع ان احنا لما بنكسب واحد عاوزين نجيب الثاني والثالث، والحمد لله الاولاد من اولاد اللعيبه الكويسه، مستقبل مصر، هم مخليننا فخورين بيهم وبنتكلم ان احنا كويسين بيهم هم. تمام كابتن زكريا، قول لي احلى مباراه بقى اتعملت السنه دي من فريق 2001. يعني طبعا في مباريات بنتيجه كبيره، ام بي 7-0، دجله 6-0، الداخليه 6-1، في نتائج كبيره جدا، لكن احلى مباراه كانت اداء ونتيجه كانت مباراه ايه؟ هي كانت مباراه ام بي يا كابتن. كان ما شاء الله المجموعه يعني فايقه، مركزين من قبلها، واخدين الماتش باهميه، فدي كانت من احسن مباريات اداء وتهديفا. مباراه ام بي 7-0. كابتن احمد سراج بقول لي، يعني وانت قاعد كده كمدير فني ما شاء الله على مدار موسم بتشوف اهداف كتير، احلى هدف عجب احمد سراج في المباريات كلها؟ انت كده بتعمل فتنه في الفرقه يا كابتن. يمكن واحنا بنستعرض هدف، في هدف اكيد هتلاقيه معلم معاك دايما، هدف حلو دايما انت بتتذكره. يعني انا عندي هدف هقوله لك، بس بعد ما اسمع انا رايك. انا عن نفسي بقى، انا عن نفسي يمكن انا بحب الاداء الجماعي، يمكن اللعيبه كلها يمكن من الترتيب كده، يمكن ابو هاب جايب 15 هدف، حماده الفيل جايب 9، شادي رضوان جايب 8، عمر رزق جايب 7، محمد اشرف 6، بقى محمد اشرف ده الباك ليفت حافظ الارقام. يعني عمر بقول لك بنسبه كبيره، انا بقول القريبين. يمكن عندي السرد باكات يمكن من هدافين مغربي وهاني ب7 تجوان. قول لي مغربي فين وعربي بدر؟ عربي متصعد مع ال 97، عنده مباراه، ويمكن المغربي وحمزه ومحمود صابر في المنتخب بالتنسيق. طبعا لو عايز حضرتك نتكلم طبعا بالتنسيق مع كابتن ربيع. معظم اللعيبه طبعا اللي جايب هدف زي طه، يوسف عبد القادر. فاكر الهدف ده؟ فاكر الهدف ده؟ طبعا فاكر الهدف ده؟ ده شادي رضوان، يعني اللي بنقول له الحمد لله على السلامه، كان في مباراه وادي دجله. ده من احلى الاهداف، كانت في دوري 2001. ليه هدف تاني كمان بيراميدز. هدف برضو رائع كان في بيراميدز، المباراه اللي حسمناها في الثواني الاخيره انتهت 3-2. وليه هدف في الداخليه برضك كان كويس، بس يمكن ده هدف شادر. وخلي بالك الهدف الثاني هدف احمد اشرف مباراة بيراميدز، وهدف احمد اشرف ما شاء الله السلامه بعد ما عمل عمليه رباط الصليبي، ما شاء الله هدف برضو رائع. هدف لعيبه، هو احمد اشرف كمان كابتن الفرقه ومن اللعيبه المحترمه جدا، اللعيبه الاخلاق. يمكن انا دايما بحط دايما 4 معانا من كل فرقه في الجهاز، يمكن كباتن الفرقه عشان لازم يتقالوا. دايما احمد اشرف، عثمان، مغربي بالترتيب، شادي رضوان. يمكن دول دايما كباتن الفرقه، دول المساعدين. ده هدف شادي رضوان في مباراه بيراميدز، ده برضو من الاهداف الحلوه جدا في مشوار بطولة 2001 اللي حسمها فريقنا الأبطال قبل انتهاء البطولة، يعني بثلاث مباريات. لعيبة 2001 يا كابتن يمكن بدون مجاملة فعلا هو مستقبل النادي، طبعا كل القطاع طبعا على أعلى مستوى، قطاع النادي دي طبعا مميز جدا، بس يمكن فرقة 2001 يمكن أنا بحبها، يمكن عشان دلوقتي هم معانا من أميز اللعيبة، من أميز الفرق، لعيبة مميزة خلقيا قبل فنيا، دي حاجة طبعا، دي حاجة فينا بتنبع في النادي الأهلي. اتمنى من كل قلبي اكبر عدد ليهم يشموا ريحه الدرجه الاولى. انت عارف طبعا حكايه الدرجه الاولى دي مميزه جدا. عايز اسال بقى كابتن زكريا، دايما بيتكلموا اللعيبه عن الدرجه الاولى كابتن زكريا؟ طبعا يا كابتن، هو يعني السن بتاعهم هو سن الدرجه الاولى، يعني كل طموح اي لعيب في الفرقه الدرجه الاولى. فاحنا لازم بنكلمهم على 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 ان هم ازاي يعني يوصلوا للدرجه الاولى، وبمجهودهم وبحماسهم وبتربيتهم في النادي الاهلي، ان الدرجه الاولى دي حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. ازاي يوصلوا لها؟ لازم يتعبوا ولازم يجتهدوا عشان يوصلوا للحاجه دي. تمام كابتن سراج، كابتن زكريا، كابتن احمد، تسمحوا لنا بقى نقوم ناخد صوره جماعيه كده كلنا مع بعض هنا، ومعانا كمان تورته يعني بنحتفل بيها مع فريق 2001. تعالوا اتفضلوا. اتفضل.
اتفضل يا كابتن. يلا خليكم بقى توقفوا بقى. انا واقف هنا هم قاعدين هم قاعدين واحنا خلاص ممكن كلنا بقى. انا عايز كل الناس تظهر في الصوره يا شباب. في اوف يا حبيبي على مهلوك على مهلوك على مهلوك. طب حاسب عشان التورته تعالى كده على مهلوك. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتظل في واحد وناديك التنمية العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. في النهايه بشكر 2001 الابطال اللي شرفونا في دوري الجمهوريه وحسموا بطوله الدوري قبل انتهاء البطوله بثلاث ماتشات. استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث ونفس الفريق هنذيع لكم مباراه الاهلي والزمالك هتكون حصريا ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله يفوزوا فيها ويكون ختام مصر للنادي الاهلي دايما النادي الاهلي رقم واحد.